أحسن الله إليكم. وهذه أم محمد من المنطقة الشرقية تقول في هذا السؤال: ذهبت إلى العمرة قبل عدة سنوات وكانت في شهر رمضان المبارك، وفي أثناء الطواف انتقض وضوئي بخروج ريح، فأكملت الطواف لأن الزحام كان كثير ومعي مجموعة من الأخوات، فلم أستطيع أن أفارقهم، فالآن أنا أديت هذه العمرة جهلا مني، فماذا يلزمني الآن مأجورين؟ لم تؤدي هذه العمرة، العمرة باقية عليك والإحرام ما زال عليك من الميقات، لأنك لم تؤدي العمرة على الوجه المطلوب، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، وما دام انتقض الوضوء بطل الطواف، فطوافك غير صحيح، وبالتالي عمرتك غير صحيحة. عليك بتجنب محظورات الإحرام لأنك ما زلت محرمة، وعليك بالمبادرة بالعودة إلى مكة وأداء مناسك العمرة التي ما زلت محرمة بها. ولماذا تؤخرين السؤال إلى هذا الوقت؟ الواجب على المسلم أن يبادر بالسؤال، فلو بادرت بالسؤال لسلمت من هذا العنت والتعب الذي سيحصل عليك. الحاصل أن العمرة ما زالت عليك والإحرام ما زلت محرمة، وذهابك غلط قبل أداء العمرة. نعم.